اوه عاد بقى لنا نص ساعه، واضح اني تحمست في الشغل. بلال سم، وش قاعد تسوي عندك؟ ما جيت تسولف معنا. الحقيقه اني قاعد افكر في موضوعكم قبل شوي، الموقف اللي صار. ما حضرت. وش موضوعنا؟ وش موقفك؟ يا اخي التعصب اللي بينكم هذا ما هو طبيعي. تعصب الرياض يا ابو فهد، ما تعرف بلال يحب يكبر الموضوع. هذا ما هو تعصب، هذا حماس. حماس حماس مين يا ابو حماس؟ ايش حماس؟ ايش خرابيط يا ابوي؟ انت ما شفت اللي صار قبل شوي؟ انا بقول لك شيء يا مصالح. اسلم. انا اعتقد ان الاستاذ بلال يعني من رؤيه شخصيه انه يشجع الفريق الاحمر. حبيبي ابو فهد، صدقني اني ما اشجع ولا فريق محلي، لكني مقهور من اللي صار بين الزملاء، ما يسوى عليهم صراحه. ايوه الحين وقفت معي يا استاذ بلال. لا ولاني واقف معاك ولا معاهم، انا قاعد اتكلم واقول الحق، الا بالصراحه بالصدق انت كمان غلطان. يا شيخ. ايوه غلطان. ما انت شايف كيف يستفزني ويقول لي فريقك فاشل وما يعرفون يلعبون؟ الكلام هذا بعقلك يا استاذ يا متعلم يا فاهم يستفزك لدرجة القذيفة اللي قبل شوية سويتها على زميلك ترميه بال ايش بك؟ هي والله شفت كيف يوم رمادي؟ تدري ابو فهد رماني؟ حذفك؟ اي والله، بس انا ما زعلان على الرمية هذه، انا زعلان واللي مصدوم منه غير الزعل ان بلال ينصح. والله غريبة. والله غريبة. صدقني يا عزيزي الغالي، بحكم اني يعني معلم هذا واجبي اقدم الرسالة، فأنا أبغى لكم الخير، أنا قاعد أنصح لمصلحتك أنت وهو ما يسوى عليكم الضغط والسكر والقطيعة والمشاكل اللي تصير عليكم دي عشان كورة، عشان حتى كورة يلحق وراها بني أدمين. يا أستاذ بلال الحين أنت قاعد تتكلم تقول طلابك في الفصل، قاعد تشوف يعني وش قاعد تشوف؟ ترى قاعدين ونسولف جلسة شبابية. مين يا أبو الشباب؟ كما ترى عيني ها أنه أنتوا لحالكم حزب جالسين لحالكم، والاخ الاستاذ ناصر جالس لحاله. لا لا لا، هو نفسيه ما يبي يجي يسولف معنا. لا يا شيخ، لا يا ابو فهد، انا نفسيه بعد ما تعيرني في فريقي تقول لي نفسيه؟ عموما يا شباب يا ابطال يا حلوين يا معلمين يا مدرسين، اكيد ان شاء الله طاح الحطب وانتم اكبر من انه نتزاعل عشان كوره، فهيا زي الشطار حليب يا لبن ما ادري ايش يقولوا هذه، واصلحوا فيما بينكم. عرفت ايش سبب زعل الاستاذ ناصر يا ابو فهد؟ اكيد يطنقر زعلان فريق خسران. لا أجل. الشاطر زعلان عشان ما عزمت على العشاء معنا. اوف زعلان عشان كذا؟ لا استاذ ناصر بكره يحضر اول واحد على العشاء. ماني بحاجة عشاك يا ابو فهد، فلوسي معي والحمد لله، كل طير من عشي مخلابه. اوف يا استاذ ناصر تردني وش عقبه؟ تردني وش عقبه يا شباب تراني قاعد استحي وانا قاعد اكلمكم وانتم كبار في السن وفي العقل ان شاء الله يعني ها، وقاعد اقول لكم تصالحوا خلاص يا هو طيحوا الحطب وفكونا من الكلام ده. ايش بكم يا استاذ بلال؟ ده الموضوع وصل له المستوى صراحه مجد، انا اعتذر استاذ ناصر. معليش. مقبول عذرك يا ابو فهد، اما انا ما راح اسامحه لانه رماني بالمقلمه، ما اسام اركبه حق، لكن بسامحه عشانك ابو فهد نص مسامحه. يا ابو صالح انا بسامحك وانت سامحني وخلنا نفوز التصافه، تراك استفزيتني انت. خلاص عشاني استفزيتك وطلعت اسوأ ما فيك بسامحك. سبحان الله، يستفزونك حتى يخرجون اسوأ ما فيك يا ولد، هم يقولون هذا انت يا ولد. ما عرفتك. حكيم والله حكيم، ما عرفتك يا سيد ناصر، ما شاء الله الاواني الاخيره صرت تطلع درر وحكم ما درت عنك والله. اي هذه من زمان ايام المنتديات عام 2001. كنت مشارك فيها، وش كان لقبك؟ كان عندنا منتدى اسمه صقور، كان لقبي الحكيم، ما ادري ايش بعدها نسيت وش تكملتها. هي صقور. صقور. لا والله انك تستاهل، انك صقر، انك صقر يا ابو اسد ناصر وكفو. الله 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 الله، صرنا اخويا بعد الزعله. والله ما قصرت يا استاذ بلال، والله تصلح مصلح اجتماعي. لا مو القصد، ايش دعوه، بس يعني عشت الدور شوي. اقول لك ابو فهد فكني عليه، خلني اروح اقرا عليه واحب خشمه. شباب بدت المباراه، عن اذنكم شوي خلوني اركز. وشو فريق ايش؟ ليش الاحمر ولا الاسود؟ اي مباراه؟ لا انا اشجع الفريق البرتقالي، مالي في المحلي انا. اوه ضد اياكس
ايش عندنا مقطع سره في ايطاليا؟ طيب اللي بنتابع معك بلال 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 رد علي بلال يا شيخ ايش تبغى يا شيخ؟ دقيقة الحين انت تشجع منهم اي فريق؟ ايش شايفني من اليوم اشجع يا ناصر الازرق يا من البرتقالي يا ناصر فكنا بس طيب البرتقالي ما يلعب زين يا اخي طول المباراة الازرق قاعد يقدم مستوى انا بالنسبة لي مع الفريق الازرقاني الفريق الازرق اقوى انا اقول يا استاذ بلال استاذ بلال يا عيال خلاص تكفى فكنا ترى ذا دقيقه ونص وانت طيب يا شيخ طيب خلاص ما يمدي دقيقه ونص الفريق الازرق ضاغط على لكن انا ارى انه من مناسب هذا الكره هناك لا تعال ليش هذا ليش فكر عندك يا شيخ هو مهاجم هو كذا يلعب اصلا يصفر خلاص الحكم بيخلص صفر شبكة المجد القنوات الآمنة للأسرة.